هذا الرجل ترك أعماله وحياته المرفهة ليعيش بين النمور والأسود والضباع. والغريب الذي لفت أنظار العالم له هو تلك الألفة المثيرة بينه وبين المفترسات. دين شنايدر شاب سويسري يبلغ من العمر 27 عاما، تعلق منذ صغره بحب الطبيعة والحيوانات البرية، وكان أكثر ما يشغل وقته هو مشاهدة الأفلام الوثائقية لمعرفة المزيد عن ذلك العالم. بمرور الأعوام كبر دين وتخرج من كلية الاقتصاد وافتتح شركته الخاصة، وبالرغم من نجاحه اللافت إلا أنه لم يكن سعيداً، وذلك لأن قلبه كان ما زال متعلقاً بالحيوانات وكان يتمنى فعل شيء لأجلهم. يوماً بعد يوم سيطر على دين شعوره بالمسؤولية تجاه الحياة البرية وحيواناتها، ومع الوقت قرر أن يترك كل شيء ويتبع شغفه مهما كلفه الأمر. باع دين شركته وضحى بكل ممتلكاته وطار مسرعاً إلى إفريقيا لشراء أرض واسعة، حقق عليها حلمه وأنشأ محمية طبيعية باسم هاكونا ميباكا. من وقتها سخر دين حياته لإنقاذ الحيوانات التي أسيئت معاملتها، ونقلهم لمحميته لتعويضهم عن الحياة المروعة التي عاشوها. ومن بين تلك الحيوانات الأسود، النمور، الضباع والذئاب، الذين ربطت بينهم وبين الرجل السويسري ألفة غريبة نادرة الحدوث. ينشر دين يومياته وهو يلعب ويسير الحيوانات المفترسة على موقع إنستغرام، الأمر الذي جذب أنظار العالم له وأثار استغراب ودهشة الكثيرين، وأوصل عدد المتابعين له اليوم إلى أكثر من 4.5 ملايين متابع. وبالرغم من المخاطر التي تحيط به يومياً إلا أنه لم يكترث، بل ويحرص على التقرب من الحيوانات الشرسة ومداعبتها أمام الكاميرات بطريقة تحبس الأنفاس، وذلك بهدف تغيير نظرة الناس إلى الحياة البرية ومخلوقاتها. يحمل دين على عاتقه أيضاً مهمة توعية الناس بالمخاطر التي تواجهها الحيوانات بسبب البشر. شاركنا ما أخطر حيوان تعاملت معه من قبل.